ريان تاكل ميمي ها ما بغاشيش ميمي صافي يلا نمشيو ناكلو حنا نخليوه ميمي ونخليوه يلا 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 ناكلو ميمي ونخليو ريان صافي ريان صافي صافي ريان ريان ما بغيتيش ميمي وين غيضحكوا لك الدراري سير ما بغيتيش لا ما بغاش ما بغاش صافي خلي خلي على خاطره صافي حنا غنميمي وريان لا انا ها انا كيفاش انا ما بغيتيش بغيتي ومالك معفر علينا علاش معفر يلا المهم البنات هنا احنا نفطروا ونرجعوا معاكم ان شاء الله صباح الخير صباح النور صباح الورد والياسمين قولي عاوتاني انتي في الكوزينه عاوتاني انا في الكوزينه اسمحوا لينا هاد الايام مسقجرنا عليكم بالكوزينه نتوما اصلا ملي كتفيقوا نتوما في الكوزينه وتزيدوا تفرجوا فينا حنا حتى حنا في الكوزينه وعسمحوا لينا وصافي كان واعدكم تمشي هاد يمشي هاد الشيء اللي كاين ونخرجكم نديكم معايا فشي بلاصه المهم نخرجكم نخرجكم نساليكم فشي بلاصه كي دايرين لاباس عليكم هانيين اموركم مزيانه نتوما على خير معز عليكم صحابكم حبابكم والديكم ولادكم المهم الحمد لله المهم انا راه كنوجد في الفطور شوفوا الفطور شوفوا الروينه الروينه في العوينه المهم كندير اومليت انا غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوني شنو كندير المهم البنات ها هو الاومليت صافي هنا غنطفي ليه الا يقولوا لي البنات هذاك او لا لا شوفوا شنو وقع شي حاجه تفرقعات المهم باش ما تقولوش لي عاوتاني راكي عذبتي داك البيض انا طفيت عليه ندير الفرماج اليوم ما صيبت والو لحقاش كاين الخبز غادي ندوزو الخبز مع زويته بلديه ومع راكم عارفين ها هو الخبز ها هو كي نشوف نقلب نيت منها حجه وزياره ها هو الخبز عجناته ماما ها هو على مزينات وجا وهاد الكريويسات ها هو اللي درتهم معاكم حتى هما ها هو دافي صافي راه هادشي راه سخن كنهزو غادي ندير هاد الاومليت هذا هنا ايوا صافي البنات حطيت هاد الكريويسات هادو راه كيبقاو خفافين وكيبقاو زوينين والبنات اللي شاركت اللي قالوا لي راه حنا درناهم تبارك الله عليكم راه كيجيو زوينين ويمكن لكم ما ديروش البنات هذاك الشوكولاط ديروه خليهم عاديين هكا بلا شوكولاط صافي وحطيت شويه ديال الزيت بالحق هاد البلاطو كيبقى في الثلاجه دابا خاصني نزيد واحد شويه ديال الكوفيتير بالنسبه للبنات اللي سولوني على هاد الطويسات خديتهم البنات ب 4 دراهم من بيم صافي ودرت ملي كتهضري بالزربه درت لومليت خبيز ها هو سخون دارته ماما جا على مزينات ويا البنات المهم الخبز ديال الماوات ما كاينش بحال واخا حنا نضلوا نبقاو نبزرو صافي وكاس ديال اتاي وحنا غادي نمشي نحط الفطور ان شاء الله تحتي طابله انا جايبه الفطور مالا داك كيبكي دار شي كارثه سيري 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 شوفي ولدك اش دار ريان ريان تاكل ميمي ها ما بغاشيش ميمي صافي يلا نمشيو ناكلو حنا نخليوه ميمي ونخليوه يلا 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 ناكلو ميمي ونخليو ريان صافي ريان صافي صافي ريان ريان ما بغيتيش ميمي وين غيضحكوا لك الدراري سير ما بغيتيش لا ما بغاش ما بغاش صافي خلي خلي على خاطره صافي حنا غنميمي وريان لا انا ها انا كيفاش انا ما بغيتيش بغيتي ومالك معفر علينا علاش معفر يلا المهم البنات هنا حنا نفطروا ونرجعوا معاكم ان شاء الله المهم البنات راه غاده دابا غادا نشوف هذيك الكمامة اللي قال لك دابا ولات ضروريه ما تخرجوش بلا فيها وزيت معايا الساشيه وغادا وزيت معايا بطبيعه الحال الورقه ها هي صافي مستامي وانا غادا خارجه نشوف وهي المهم قلت لكم البنات انا غادا خارجه نشوف الكمامه ونجيب شي تقضيه وخاصنا الماء ما كاينش الماء عرفتوا البنات الماء ديال هاد المنطقه اللي كيسكنوا هنايا وما عارفين شنو كاين الماء ديال من هاد المنطقه حالته ما زوينش لدرجه ملي كتشربيه كضرك المعده ويومين هادي وحنا كنشربوا الماء ديالو ودابا عاد الحمد لله غادي نمشي نجيب
شي جوج بوديزات. المهم البنات انا دابا غادا للفارماسيان ناخذ هذوك الكمامات ونشوفهم الا لقيتهم. ما لقيتش البنات الكمامات، قال لك ما بقاوش، قال لك ما جاوش اصلا. واحد السيد كان دابا دوا معايا قال لي راه جابوهم في مرجان ودخلوا الناس دغيا هجموا عليهم خداوهم وخرجوا. داك كاع داك ستوك ديال الكمامات اللي كان حي ما بقاش. والصراحه اش غنقول لكم، دابا هما ولاو من الضروريات انهم يداروا، في نفس الوقت هما ما كاينينش. والواحد الا خرج مره خاصو يخرج مره، خاصو يخرج مره وحده يتقدى يمشي يجيب الكمامه ويرجع فحال. يعني ما غاديش نقدر نبقى هكا نخرج وندخل نشوفهم وجاو ونرجع عاوتاني. المهم غادي نمشي ناخذ التقديه اللي خاصه نرجع للدار وصافي وندير زيفي. ايوا البنات، هنا بعد ما دخلت للدار طبيعة الحال غسلت يديا مزيان وحيت صباطي في الباب وجيت باش نغسل هاد الخضره وجبت معايا تنخل البنات. صافي راه ما درتش جافيل، كونوا هانين، راه درت الخل دابا راني هكا شللت، حاولت انني نشلل ديك الخضره هكاك في الخل صافي. وخليت شويه جلبانه مرقده واحد شويه وغسلت حيت داك الماء، درت الماء واحد اخر ودرت. المهم داكشي الخضيره اللي جبتها بصله عفوا داك مطيشه والحامض، حامض بغيت ندير داك الديتوكس باش هكا نبقاو نشربو هكا مره مين يكونوا هكا في الكوزينه. اللي دخل الكوزينه بغى جاه العطش يخوي ليه كاس يشربو صافي. ودرت شويه الخل مع الماء، كان واحد شويه ديال الجافيل حتى هو درته مع الماء. اللي بغى يرش كملي يشوف شي حاجه ماشي هي هذيك يرش عليها ولا هاد، راكم عارفين هادو غنخليهم غير في الكوزينه. ايوا صافي، وهذا الشيء اللي كاين البنات، وغادي ندوز معكم وصافي البنات. وهنا دزت باش سبحان الله الكوزينه دغيا كترون. يلاه دخلت لقيت اختي جمعاتها ونقاتها ودابا عاوتاني عاد دخلت عاوتاني وترونات. ايوا المهم البنات، دازت اختي باش دير الغداء وانا دزت باش نصاوب لماما واحد الخبيزات هكا حيت صايمه. غادي الصراحه خبيزات كيجيو زويونين ومفشفشين، نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يكونوا. غنحتاج ليهم بالنسبه للدقيق غادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال الدقيق الفينو. زدت عليهم مليحه جوج معالق ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه وواحد المعلقه ديال السكر. انا حيت ما بقاش عندنا السكر زدت واحد شويه من هذاك ديال القالب، زدت عليه شويه الماء والمدافي ونعجن. بالنسبه للخميره ما تكثروش الخميره، وعفوا درت نص خماره ديال الحلوه، وما تكمل ما تديروش الماء يكون دافي بزاف لحقاش يقدر يخسر لكم العجينه. وحتى الخميره البنات ما تكثروهاش صافي. ودلكتها تقريبا لواحد جوج ديال الدقيق لحقاش العجينه راه كاينه غير شي شويه، ماشي كميه كبيره ديال العجينه. وغطيتها وخليتها تقريبا واحد 3 ديال الدقيق، و غادي نوريكم باش غادي نعمرها. وهنا درتها هكاك قريسات وشاط لي واحد شويه ديال العجينه صافي. قلت غادي نديرو بطبوط، نديرو هكا نعمرو بشي حاجه ونديرو بطبوط. بالنسبه للحشوه وهاد العجينه هذه البنات اللي كنقطع فيها راني رجعت عاوتاني خليتها ترتاح لمده ديال جوج دقائق. خديت واحد البصله هكا من دوك البصلات الخضاريات، واحد شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء كانت عندنا، وواحد العلبه صغيره ديال الطون. وهكا خلطت الكل جيدا، زدت عليهم واحد شويه ديال البزار، كنت هنايا حتى كنت غادي نساه ولا نتفكرو حتى خلطت صافي. غادي نزيد واحد شويه البزار، ما ديروش الملحه لحقاش الطون راه فيه الملحه، وعاد غادي يكون داك الفرماج. بالنسبه للفرماج البنات اختياري، لا عندكم ديروه ولا ما عندكمش ماشي مشكل صافي. ونخلط مزيان، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده ذوبتها، ونبدا هكا كنسرح دوك القريصات كيف ما كتشوفوا.
سرحوهم البنات انا الخطا اللي درت هو انني خليت القريصات ارتاحوا بزاف اكثر من القياس، ما تخليهمش يرتاحوا بزاف باش ما تخمرش لكم العجينه، وخصوصا ان فيها داك الخميره. صافي وبديت كندير هاد كنعمرهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، كيجيو زويونين وكيجيو محلولين وكيطيبوا في الفران هكا كيعطيهم واحد المنظر زوين. بالنسبه للحشوه البنات ديروا الحشوه اللي بغيتوا، غير ما تعمروش بزاف كيف ما كتشوفوا. انا دابا راني ما كنديرش بزاف ديال الحشوه باش ما تسدش ليا العجينه وما تنفخش ليا، حيت انا بغيتهم يجيوني هكاك منفوخين. وكيف ما كتشوفوا شويه ديال الزبده ملي نكون باغا هكا نطويهم، بقى غاده بحال هكا تنكملهم كاملين. صافي هادشي اللي بقى من هاد الحشوه، غنخلي واحد شويه ديال الفرماج لانني غادي نحتاجه من بعد، وغنخليهم حتى يرتاحوا. ماشي حتى يرتاحوا، دابا انا كملتهم غادي نبدا عاوتاني في مباشره نهز ثاني الاولى، غندير شويه الفرماج الوسط. ويمكن لكم هاد الفرماج اختياري في هاد المرحله، ممكن لكم حتى ما ديروش لما بغيتوش. صافي ونطوي بهاد الطريقه هادي، واخا يبان ليا راه خارج داك الفلفله وداكشي ماشي مشكل، لان غادي نحطهم كنستفهم في اللاطه وغنقرصهم في بلايصهم، يعني ماشي غادي نهزهم نطيبهم في المقله، غيطيبوا في الفران ويبقاو محافظين على الشكل ديالهم وكيف ما كتشوفوا. ونبقى عاوتاني غاده بنفس الشكل حتى نكمل هذوك المخمرات ديالي كاملين. ايوا صافي البنات كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ اللاطه اللي غندخلها اولا الطاوه اللي غندخلها الفران نستفهم. بالنسبه للزبده البنات ديروا الزبده ديال العبار باش يجيكم هادشي بنين، يجيكم هاد الوصفه بنينه. صافي ونخليها تتخمر ونرجع معاكم ان شاء الله. وصافي البنات هنا بعد ما كيخمروا شويه، انا الصراحه ما عنديش شي يعني شي لاطه كبر من هادي، وكانت عندي كون درت كبر لان ما كتقدنيش هكا ف ملي كنصاوب شي حاجه كنقدم مثلا هاد الخبزات هادو كنبغي هكا نسرحهم مزيان، وكيتجينيش نتوما اللي عندكم لاطات كبار ديروهم، ديرو زعما غيكونوا حسن. صافي هنا كنقرص، راه مازال غادي يتنفخوا لحقاش فيهم الخميره، راه مازال غيتنفخوا. شوف كيفاش عندي هنا مشكل، انا عندي معاها صافي، عندي معاهم صافي. الفران كيف ما قلت لكم على درجه حراره عاليه على 200 درجه. هنا راني درت بيضه، درت فيها واحد شويه ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان. نحاول ندير البيضه كلها باش ما نديرش غير الصفر بوحده، باش ما يتخطفوش ليه وما يطيبوش قبل الوقت. ماشي ما يطيبوش، هما راه ما كيطيبوش الا تخطفوا هكا من اللون ما كيطيبوش وكيبقاو معجنين. حنا انا بغيتهم زعما يكونوا طيبين. صافي هذا بحال هكا ندهنهم كاملين، وصافي وغادي ندير واحد شويه ديال الفرماج هكا من الفوق. بغيتو ديروا جنجلان ديروا جنجلان، ديروا اي حاجه، ديروا داك الشوفان، ديروا زريعه الكتان اللي بغيتو ديروها ديروها، اللي عندكم دوك الحبات ديال الزريعه ديروهم. انا تانا كنشوف غير داكشي اللي عندي كنديرو، يعني ماشي ضروري انكم ديروا الفرماج حتى هو، خصوصا ان فيهم الفرماج من الداخل. البنات اللي غيسولوني واش ضروري الفرماج، راه ماشي ضروري كما قلت لكم. الفران على 200 درجه سخون من الفوق ومن التحت، ملي ندخل هاد الخبزات نهبطو على 180. الا كان الفران ديال الغاز على اعلى درجه يسخن مزيان، نحط هاد الخبزات يطيبو من التحت على عافيه هكاك، ماشي مهيله بزاف، عافيه تكون متوسطه باش عاوتاني ما يدقصوش ويطيبو من التحت. وملي نبغي زعما نحمرهم نشعل عليهم العافيه من الفوق ونخليهم يتحمروا. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نتلاقاو دابا ملي وجدوا لي هاد الخبيزات هاد.
كما كتشوفوا البنات هنا راني جبدتهم هما راه باقيين سخانين، نخليهم حتى يبردوا عاد غادي نقطع لكم تشوفوا كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو زوينين وما كيتعطلوش في الطياب. هذه هاو ما كيتعطلوش في الطياب، كيجيو خفافين هي سخونه. حتى اختي الغدا حطتنا بالجوع. شحال الساعه دابا؟ 3 ولينا فطورنا معطل، غدانا معطل، نعاسنا معطل. انا ما وليت كن دابا وليت كنعس حتى شي البارح ما عشنا عسنا البارح شي جونس ما تابعنا والو حنا جالسين والله عاطي ما ولينا عسرط نعس سرط نعس والله الا انا ولفت على الخروج. وهذه إلهام جات تحط لينا الغدا راهي مسكين بقى كيبكي تنعس. عرفتو انا كنهرب من المرقه تنعيا وكنرجع كنرجع ندير هكا رجع نتوحشها واخا هكا راه المرقه راه شي حاجه زعما ما يقدرش الواحد يستغنى عليها في المجتمع ديالنا. زعما المرقه زعما كتبقى الصلة كانت فيها جلبانة وبطاطا بعدا البطاطا ضروري. يلا البنات نمشيو نتغداو بما دوك الخبيزات هكا كغطيتهم انا نوريهم لكم. ها هما غطيتهم البنات خليهم تي يرجع عليهم شويه هكاك الصهد ونوريهم لكم هكا محلولين. وغادي نوريكم البنات دابا هانتوما شو كي كيجي شوفوا كيفاش كيجي كيجي فيه داك الفرماج من الداخل. هنا مع الشعر ما كيبينش مزيان لكن كنكونوا متاكدين انه كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وكيف ما شفتوا راه ساهل راه ماشي صعيب ولا زعما فيه مراحل بزاف ولا شي حاجه. نتمنى انكم تجربوه. صافي ودابا غادي ندوز باش ان شاء الله نصاوب واحد داك الديتوكس البنات اللي كيدار هكا بالحامض. داكشي علاش خديت الحامض، خديت الحامض والنعناع وعندي سكينجبير طري بقاو معايا باش ان شاء الله نصاوبو معاكم. كما قلت لكم البنات بعد ما تغدينا الحمد لله دابا خديت هاد السكينجبير طري غنقطعو هكا دويورات صغيورين. هذا البنات مزيان، هذا من الاحسن هذا الواحد يشربو على الريق، راه معروف يعني غني عن التعريف. انا غادي نصاوبو نحطو في الكوزينه وهكا مثلا الا كان شي حد هكا دايز غادي نصاوب جوج قراعي، ولكن دابا غنصاوب قرعه هكا قدامكم. قلت لكم البنات الا كان هكا شي حد هكا دايز نحطو نحط حداها كاس يشرب منها الواحد وصافي، وعاوتاني الغد لي نعاوتاني جوج قريعات اخرين وهكذا وهكذا. انا غادي ندير هاد ندير الخيار حتى هو باش يجي هكاك لما يكون منسم. المهم غادي ناخذ هذا المصيص قلت لكم البنات على الكمامه راه خرجت ومشيت جبتها، خرجت بالزربه جبتها مشيت جبتهم جبت منهم بزاف باش يبقى غير زعما اللي باغيها راه يمشي خاصو يمشي جايب ياخذها دابا ما تخليوش حتى تقادا وما تبقاش عاد تقولوا زعما راه حنا زعما ما خديناش ولا شي حاجه. خرجوا دابا خذوها ديروا الاحتياطات ديالكم شوفوا زعما اللي كيخرج يتقدى فيكم هو اللي يخرج ويجيبها يجيب ويجيب بالكثره. لحقاش هاد الكمامات راه كيبان لينا جو طابل راه ماشي انا ما بغيتش نبينها في الفيديو لحقاش ما عرفش واش حيت هاد الموضوع هذا ما يعني ما خاصوش يتجبد. هادشي اللي قالوا يعني الموضوع ما خاصوش يتجبد هكا في فيديو في داكشي. صافي غادي ناخذ دابا القرعه غادي ناخذ النعناع
الا عندكم البنات هادشي ديروها، الا عندكم هادشي ديال هاد هاد النعناع والحامض والسكينجبير وهذا ديروها. كاع نقدر نقول لكم اهم حاجه هي يعني هاد الخيار ماشي ضروري، قول لي شي ما قلتيه. النعناع ضروري، داك السكينجبير حتى هو ضروري، الحامض ضروري حتى هو. يعني الا كنتو بغيتو تصوبوها خاصكم هادشي كامل، هاد المكونات كامله. المهم انا غادي ندير هادشي وصافي، ونعمرها بالماء، وكيف ما قلت لكم ونحطها. راه كيكون مشروب منعش، كينعش الدات وكينعش الحلق وكينعش كينعش كلشي. ايوا صافي صلعني، نخليه دابا يطلق، نخليه واحد ساعه عاد نبداو نشربوا منها. شوفوا البنات، نخليه واحد ساعه وعاد نبداو نشربوا منها. غادي نستف هذا الصراحه غير على حساب الفطور ديال ماما، ولكن انا غادي نستفو باش زعما نصوروا لكم نحطوا لكم في الانستغرام. وبهاد المناسبه غنحط لكم الانستغرام ديالي تشوفوه، نتمنى انه ينال اعجابكم. ها نتوما شوفوا البنات، ديك البصله ملي طابت، ديك خصوصا ديك البصله الخضاريه شحال شحال جات بنينه. ندير شي تصويره، صافي بركه غير هذا. المهم البنات غادي نقول لكم، غنخليكم ان شاء الله تنطلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي، وجربوا هاد الوصفه البنات، خطيره خطيره والله القسم الا غادي تعجبكم. جربوها وبلا ما نكثر عليكم نزيدكم اكثر. نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه، وتشوفوا هاد الفيديو وانتم فرحانين وضاحكين، ويا ربي يحيد علينا هاد البلاء. قادر سيدي ربي انه يحيدو علينا كيف ما بالاذن ديالو، انه هاد الوباء كاين وهاد الشيء كاين، كيف ما بالاذن ديالو يزول علينا. وهاد الشيء ما غاديش يكون الا بالدعوات ديالنا، رحنا غا كنتلفوا البنات، رحنا غا كنتلفوا. انا بعدا والله الا كنتلف وما كنبغيش، كنبقاش كنبغي نجبد هاد الموضوع، لان الناس ما محتاجينش هاد الشيء. راه كيخرجوا للشارع، التلفازه تبارك الله دايره الواجب، داكشي علاش قررت باش ما غاديش نبقى هكا نجبد هذا الموضوع هذا. لحقاش الناس قلوبها طابت، الناس باغات تنسي بشي حاجه. يعني كنحاول والله الا كنحاول، وسمحوا لي ان اليوميات بحال هكا يقدروا يكونوا كيتعاودوا، يقدروا يكونوا ماشي نطفي البوطه، يقدروا يكونوا كيتعاودوا، ولكن سمحوا لي بزاف بزاف. يعني ما لاصت لكم جهد، راني قلت لكم يحيد هذا الشيء ونولي نخرجكم ونولي نديكم تخدروا عويناتكم، وقبلوا عليا. وهذا الشيء اللي كاين، وجربوا هذا الديتوكس هذا، راه كيعرفوه الناس، يعني راه معروف، راه ماشي اول مره غادي يكون هكا في اليوتيوب يبان. وصلى على النبي، وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.